الحالة التانية ونيجي نشوف هنا عبيز السيد القرار والحالة ونشوف ايه اللي حصل في هذه الحالة. هنا لاعب المصري بياخد الكرة وهنا حسين الشحات سبق سنة لما سبق وعدى هنا حصل يا كابتن نشوف بس الشد واضح وهي دي بفكرك بلعبة حسين الشحات في مباراة الزمالك كابتن أيمن هي نفس الشد كان ده صح أنا بوريك إن هنا الشد ولعبة الشحات في مباراة الزمالك كان فيها نفس الشد مظبوط هنا الحكم حسب والفار أكد هنا بالظبط وهناك الحكم ما حسبش والفار أكد المعايير مختلفة صح تطوير يعني توحيد القرارات مظبوط عند الكل صحيح اللي تحسب هنا الحكم يحسبها هنا أنا بتكلم على القرار وهنا القرار كان قرار صاحب بيه احتساب ركلة الجزاء صحيح شوف التنفيذ بتاع ركلة الجزاء وهنا في تشابك وفي اعتراضات وفي 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 وكل الكلام دوت على ركله الجزاء ولكن الفار هنا بيشيك على الكره والكره ركله الجزاء صحيح. عبد العزيز النهارده كان يجب يعني معلش مره صعبه ولكن بنقول ان التوتر دوت كان ممكن انك انت تحسمه يا كابتن علاء من اول خالص في الالعاب اللي جايه بعد كده.